بداية الخطبة يمكن سبع دقائق كده. تمام. وكده سمعنا صوت. صوت. احنا نحسبه ايوه احنا نحسبه التماس كهرباء في المكتب ولا شيء. وبعد شوية لقينا الماسورة دخلت علينا في المسجد. الجهة اليمين ابتدوا يبغوا يهربوا برا. باب هناك يبغوا يهربوا فيها دور هناك. قام تركنا وابتدى على اليمين فوق على اليمين. هو بصوب على اليمين وحضرنا جرينا في باب جانب صغير كذا الباب ما يطلع الا شخص او شخصين. حاولنا نطلع من الباب رفض يفتح معانا. المهم كسرنا قزاز الباب الورانا طبعا خلاص الكميه كل الناس كلها تدفرنا من ورا وهو شغال فيهم قتل. في اللحظه دي الباب فتح نحن وقعنا.